أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، وإليكم ما أبرز العناوين. تعاون مغربي بلجيكي في المجال الأمني بعد أحداث الإرهابية بباريس. وبقليميم إحياء الذكرى 59 لانطلاق عملية جيش التحرير. وبالداخل اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفيلم. أهلا بكم. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الاثنين بأن الحكومة البلجيكية طلبت من المغرب تعاونا وثيقا ومتقدما في مجال الاستخبارات والأمن بعد اعتداءات باريس الأخيرة. وأوضح البلاغ أنه إثر اتصال هاتفي أجراه العاهل البلجيكي الملك فيليب مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر فيه عن طلب بلجيكا من المغرب إرساء تعاون وثيق ومتقدم في مجال الاستخبارات والأمن بعد الاعتداءات الأخيرة في باريس وامتداداتها ببلجيكا وبلدان أوروبية أخرى، حيث أجرى وزير الداخلية السيد محمد حصاد مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية البلجيكي همة التفعيل الملموس والفوري لهذا الطلب على غرار التعاون القائم مع فرنسا. إلى ذلك، قالت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية سيجلو 21 اليوم الاثنين أن مخيمات تندوف في الجزائر أضحت فضاء مفضلا لتجنيد الجهاديين الذين يرسلون إلى بؤر النزاع. وأوضحت هذه الصحيفة الإسبانية أن عددا من الشباب الصحراويين المحبطين والذين لم يعودوا يثقون في قيادة البوليساري، وأشاروا إلى أن المساجد بتندوف تحولت إلى مكان لتجنيد الجهاديين الذين يتم إرسالهم إلى مناطق القتال. بقليميم، وبمناسبة تخليد الذكرى 59 لانطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربي، نظمت أمس المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لقاء تواصليا مع أسر المقاومة وجيش التحرير بالمنطقة. اللقاء تقدمه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولجهة بقليميم وذنون، وفي المتابعة حافظ محتار ومحمد فاضل عبيد. مهرجان خطابي في ذكرى انطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربي، ذكرى تشكل محطة بارزة في سجل الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي بقيادة العرش العلوي المجيد من أجل تحقيق الحرية والاستقلال. كلمة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير توقفت عند دلالة إحياء هذه المناسبة التي تأتي تتويجا لعدد من الذكريات التي تم تخليدها عبر التراب الوطني، مؤكدا أن الحدث يعد فرصة لاستحضار تضحيات السلف ذودا عن مقدسات وثوابت الوطن. هي مناسبة لأسرة المقاومة وجيش التحرير وساكنة هذا الإقليم والجهة، كتستحضر الدروس والعبار وكتستلهم القيم والمعاني والمثل العليا والسلوك القويم ومكارم الأخلاق. نحن نحرص دائما على إحياء ومواصلة إحياء وتخليد الذكريات الوطنية باش يعني نوصلوا للأجيال الجديدة، أجيال اليوم والغد، كل هذا الرصيد التاريخي الزاخر بروائع الكفاح الوطني والأمجاد، واللي كذلك هو غني بالعبار والعظات، باش الأجيال ديالنا ديال اليوم إن شاء الله تقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني لمواصلة مسيرات الحاضر والمستقبل. وبعد التذكير بجملة من المكاسب التي تحققت لأسرة المقاومة وجيش التحرير، جرى تكريم عدد من رجالات المقاومة بالمنطقة، كما تم بالمناسبة توزيع منافع مالية على أسر وذوي أفراد المقاومة وجيش التحرير بالإقليم.
وبإقليم السزاك، ودائما في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى 59 لانطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب، ترأس المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بحضور عامل الإقليم لقاء تواصليا بالمناسبة بحضور أسرة المقاومة وجيش التحرير بالمنطقة. اللقاء توقفت خلاله كلمة المندوب السامي عند دلالات تخريد هذا الحدث الذي يشكل محطة لاستجلاء جوانب من النضال والكفاح الذي خاضه أبناء المنطقة ضد الوجود الأجنبي، مذكرا بعديد المعارك التي أبلى خلالها المقاومون وأعضاء جيش التحرير البلاء الحسن. وبالمناسبة تم تكريم عدد من منتسبي أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير. بتزنيت اختتمت فعاليات الملتقى الثاني للفكر الصوفي عن الشيخ ماء العينين. اللقاء تميز بتنظيم جلسات علمية في موضوع الفكر الصوفي، كما تم تكريم ضيوف الملتقى وفعاليات أخرى. في المتابعة محمد المصطفى خيا وصالح رقيبي. وحفظي وتثبيتي محاور عدة نوقشت خلال اليوم الثاني من فعاليات ملتقى الفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين، تتعلق بالتصوف والتنمية والدعوة إلى الله بطريق التصوف عند الشيخ ماء العينين، وخصائص الممارسة الصوفية لدى الطريقة المعينية إلى جانب التصوف الحق بين التأصيل والتحديث، وكلها محاور تروم إبراز ما ميز حياة الشيخ ماء العينين أنذاك من إيمان ومودة وتقرب لله عز وجل. دور الذي لعبته زاوية الشيخ ماء العينين ودور الشيخ ماء العينين في التوحيد ما بين الطرق، لأنه حاول أن يجمع بين شتات الطرق كلها في إطار مؤاخٍ لجميع الطرق، لأن تفرقتها تعمل على تفسيس المجتمع في حين هو يعمل على جمع كلمة المجتمع باعتبار كله نابع عن السنة المحمدية، وبالتالي إصلاح المجتمع. ودور الصوفية في تربية المجتمع وإشاعة التعاون ما بين أفراد المجتمع الواحد. أعتقد أنه إذا يعني أعيد النظر في طريقة التعاطي مع التصوف، وإذا يعني أعيد النظر في تصورنا للعمل التصوفي بشكل عام وللزوايا، أعتقد أن المجتمع سيستفيد من طاقات موجودة قوية جدا ومن مؤسسات لا تكلف الدولة أي شيء، وبالتالي إذا وظفت فهي تكون أداة للتنمية، أداة للتصدي للظواهر الاجتماعية الموجودة والسلبية والتي تثقل كاهل الدولة. وما ميزت الجلسات العلمية لهذا الملتقى الانكباب على دراسة دور المدارس العتيقة في التأصيل والتحدث والتعريف بالتصوف العرفاني لدى الشيخ ماء العينين، إلى جانب حضور الشعر الصوفي لدى هذه الشخصية الدينية. الشعر الصوفي كذلك لدى شخص الشيخ النعمة والشيخ المجتبى والمنهج والاجتهادي عند الشيخ محمد فاضل ولد مامين من خلال فتاوي، كلها نقاط حضرت خلال هذه الجلسة العلمية. هذا الملتقى المبارك المدارس والمرجعيات بين التأصيل والتحديث، لفظ المدارس بمعنى الحفظ ولفظ المرجعيات بمعنى العود، والتأصيل عود والتحديث معايشة وإنزال لهذا العود في الواقع حتى يكون المسلم على علم وعلى بصيرة بما يقع في بيئته وبما يحدث في أمته. هذا مهم جدا لأن المدارس القرآنية تعتبر أساسيات ومرجعيات تساهم في وحدة المذهب ووحدة العقيدة ووحدة مقام الإحسان، وهو التصوف من أجل بطبيعة الحال محاربة التمزع والتمزق الذي أصبحت تعرفه الدول بعض الدول العالمية. اختتام فعاليات الملتقى الثاني للفكر الصوفي عند الشيخ ماء العينين كانت بإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية تصب في أهمية وقدر هذه الشخصية، ليتم عقب ذلك تكريم عديد ضيوف الملتقى والداعمين، ثم تلاوة برقية ولاء وإخلاص باسم مؤسسة الشيخ ماء العينين للعلوم والتراث الجهة المنظمة لجلالة الملك محمد السادس، تعرب فيها وقوفها الدائم والمستمر وراء جلالته في مختلف المحطات والأحداث الوطنية الداعمة لبناء مغرب موحد حداثي ومتطور. أي دور للدبلوماسية الموازية في الدفاع عن القضية الوطنية؟ موضوع ندوة علمية نظمت بالطنطان بمناسبة تخليد الذكرى 40 للمسيرة الخضراء المظفرة. ندوة دعت إليها جمعية الحياة للتنمية والدفاع عن الوحدة الترابية، حيث أطر محاورها عدد من الأكاديميين
والباحثين والمهتمين وأبرزت المسؤوليات الملقاة على عاتق الفعاليات المدنية في الدفاع عن قضية المغرب الأولى. يتحدث عن إيجابيات هذه المسيرة. في الشأن الفني أسدل الستار مساء اليوم على فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الدولي للفيلم بالداخل بتتويج الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة الكبرى للفيلم العربي. تفاصيل الحفل الختامي وأسماء المتوجين في ريبورتاج بكار دليمي ومحمد يداس وإبراهيم نصري. اختتمت مساء اليوم الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة التي عاشت على فعاليتها المدينة 4 أيام. لجنة التحكيم المكونة من مخرج مغربي وإعلامي جزائري وكاتب تونسي أعلنت نتائج المسابقة الكبرى للفيلم العربي، حيث توج الفيلم الأردني ذيب للمخرج ناجي أبو النوار من الأردن بالجائزة الكبرى للداخلة لأحسن فيلم عربي. اليوم استلمت جائزة فيلم ديب فيلم أردني، وأنا سعيد جدا بهذا التسليم، والشكر موصول لمخرج هذا الفيلم. جائزة أحسن ممثل كانت من نصيب العراقي سمير محمد إبراهيم عن دوره في فيلم تحت رمال بابل، أما الممثلة المغربية نفيسة بن شهيد فتوجت بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم عايدة. أنا فرحانة أن الفيلم ديال عايدة اللي مشاركة فيه كممثلة إلى جانب مجموعة من الفنانات والفنانين ومن إخراج دريس المريني أنه ينال جائزة أحسن ممثلة، وفي شخص الصديقة ديالي نفيسة بن شهيدة اللي ما حضراش، ولكن أنا تسلمت الدرع ديال الجائزة في مكانها. كنهنئها وكنقول بأنه دائما الجوائز كتكون اعتراف مجهود ديال الممثل. النسخة السادسة من المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة كرمت عدد من نجوم السينما العربية والأجنبية التي ساهمت في إنجاح هذه التظاهرة الفنية الدولية التي تنظم كل سنة على أرض مدينة الداخلة قبلة الفن والرياضة بالجنوب المغربي. وإلى الشأن الرياضي، نظمت عصبة الصحراء لكرة القدم وتحت إشراف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية للرياضة وبالتعاون مع مولودية الداخلة، نظمت دورة تكوينية لفائدة مدربي كرة القدم بالجهات الجنوبية الثلاث للحصول على رخصة سي المصنفة إفريقيا. عودة مع بكار دليمي وإبراهيم نصري. من مختلف المناطق الصحراوية قدم هؤلاء المدربين للاستفادة من الدورة التكوينية وللحصول على رخصة التدريب المعتمدة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مكونين وخبراء في مجال التدريب الرياضي لكرة القدم حضروا هذه الدورة التي تعتمد على تقنية تلقين وممارسة كرة القدم العصرية ومنح رخصة مدرب من صنف سي معتمدة في كل الدول الإفريقية. يهدف هذا التكوين لتطوير قدرات المدربين كي تنعكس على اللاعبين داخل الأندية، وهذا مهم جدا لتطوير اللعبة. الهدف الثاني هو الاستجابة للطلبات المتكررة من طرف أندية عصبة الصحراء لكرة القدم، وفعلا ففي كل الدورات التكوينية بمختلف مدن المغرب نسعى دائما إلى تزويد المدربين بآخر التقنيات والمهارات في المجال، خاصة مدربو الأندية بالصحراء. ومن أجل العمل على إيجاد برامج متكاملة لتأهيل المدربين وصناعتهم ومدهم بالخبرة والتجربة ومنحهم رخصة مصنفة دوليا تمكنهم من التدريب في الفرق الكروية الإفريقية. وللإشارة، فهذه المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الدورات بالمناطق الجنوبية. الاختيار ديال مدينة الداخلة ما جا بصدفة، لأن دائما المسائل اللي كنديروا لي ستاج اللي كنديروا في الداخلة والمناسبات الرياضية اللي كنديروا في الداخلة كتكون ناجحة، دونك الاختيار كان مستحق لمدينة الداخلة، وهذه أول مرة تيدار هذا ستاج على الصعيد الوطني من طرف شي عصبة تابعة للجامعة. والحمد لله أنا جيت لهنا كجميع الأصدقاء اللي كاينين هنا باش يعني
جايين من اجل الاستفاده من اكثر من اننا جايين من اجل ديبلوم ولا شي حاجه، يعني جايين الاستفاده هي الاولى، لان فرصه يعني لا تعوض وخصنا نستغلوها يعني على احسن وجه. وهذه الرخصه تابعة للاتحاد الافريقي، يعني يمكن المدرب يدرب في جميع انحاء افريقيا. مستفيدون من هذه الدوره من المدربين ستكون لهم الفرصه في تطوير قدراتهم الفنيه والعمليه للارتقاء بمستوى كرة القدم المغربية وتصحيح آلية العمل التدريبي، كما ستمكن الرخصة من تأهيل المدربين وزيادة مهاراتهم. محمد فاضل أبو الحسن يقودنا في جولة ضمن جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، لنتابع. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية أخبار اليوم التي كتبت عن شروع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس اليوم الاثنين في جولته إلى المنطقة التي تدوم 10 أيام، واستقبل المسؤول الأممي صباح الاثنين من طرف المسؤولين الجزائريين. وذكرت أخبار اليوم أنه بعد الجزائر ستكون المحطة المقبلة للمبعوث الأممي يوم غد الثلاثاء الرباط، حيث سيلتقي المسؤولين المغاربة. يذكر أن هذه الزيارة ستشمل إلى جانب كل من الرباط والجزائر تندوف ونواكشوط، وأضافت اليومية أن زيارة روس لن تشمل الأقاليم الصحراوية للمملكة. صحيفة الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: لم يأتي استقبال الرئيس فرانسوا أولوند لجلالة الملك محمد السادس في إطار مجاملة أو شكر للدور الكبير الذي لعبته أجهزة الاستخبارات المغربية في متابعة الإرهابيين الذين روعوا فرنسا والعالم خلال الاعتداءات الأخيرة على العاصمة باريس فحسب، ولكن لإعطاء دفعة جديدة للتنسيق المغربي الفرنسي في إرساء قواعد الإسلام المتسامح والمعتدل في المحيط المتوسطي والإقليمي. وذكرت الأحداث المغربية أن باريس أصبحت تعتبر المغرب نموذجا للإسلام المعتدل منذ أحداث شارلي إبدو في يناير 2015، وتفعيلا لمضامين الاتفاق المغربي الفرنسي تطلق الحكومة الفرنسية في بحر هذا الأسبوع برنامجا علميا باللغة العربية من أجل تفكيك بنية الخطاب الديني المتطرف وتعويضه بمبادئ الإسلام المعتدل. ومن يومية الأخبار نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادر يوم غد الثلاثاء، والتي كتبت أنه طيلة الأسبوع الماضي جاء اسم الأجهزة المغربية على لسان كل الطبقة السياسية الفرنسية بما قدمته من يد للمساعدة من خلال معلومات دقيقة بخصوص أصحاب مخططات باريس الإرهابية. وشاهدنا تضيف الجريدة استقبال الرئيس الفرنسي لجلالة الملك محمد السادس في قصر الإليزي. وذكرت الأخبار أن الطبقة السياسية الفرنسية أشادت بالدور المغربي وأبرزت أنه لولا تعاون الأجهزة المغربية مع نظيرتها الفرنسية لما كان باستطاعة فرنسا تحديد مكان تواجد عبد الحميد أبا عوض، وطالبت فرنسا وكل أوروبا بالانفتاح على أجهزة المخابرات المغربية وتكثيف التعاون الأمني معها. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حميد دعقة عن سن يناهز 57 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد بسفع. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم أحمد بعلة عن عمر يناهز 34 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة عريب. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته وألهم ذويهما الصبر والصلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل الآن إلى الورقة اليومية الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستظل صحوة نسبيا بكافة أرجاء المنطقة. درجات الحرارة نستهلها من الرباط التي تبلغ بها 18 درجة و 18 درجة أيضا بطاطا وقليميم 24 درجة، والطنطان أيضا 24، طرفايا 23، العيون 25، بجدور 23، والسمارة وبكراع أيضا 23. أم دريقة 24 درجة، 25 درجة بالداخل أو سرد 23، القويرة 30 درجة.
حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:24 أما الغروب سيكون على الساعة 5:56. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا: تندوف 31 درجة، 30 درجة بن وادي بو، 24 درجة بالزويرات، وبكي هيدي 34 درجة. نشرتنا لليلة انتهت، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها: تعاون مغربي بلجيكي بالمجال الأمني وبقليميم إحياء الذكرى 59 لانطلاق عمليات جيش التحرير. وبالداخل اختتام فعاليات المهرجان الدولي للفيلم. قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snet.fm، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجد البرامج عبر هواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا إن شاء الله مع إعادة لنشرة الأخبار على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. لكم منا أطيب المنى وفي أمان الله.